ديكوباج مفهومه اخر 10 سنين في مصر، هو بدايته اصلا كان في فرنسا ايام الثوره الفرنسيه، اللي هو ديكوباج والكولاج. باختصارا فيه، عشان الموضوع متفرع جدا في الماتيريال، الديكوباج هو فن التقطيع والتكسيب. التقطيع بماتيريال مختلفه، كان العصر اللي عايشين فيه حاليا دلوقتي او الناس اللي بتدي كورسات بيقول لك اللي هو قص ورزق وورق، ده مش ده هو جزء فيه بس ضعيف جدا. طب ايام الثوره الفرنسيه لما كانوا بيعملوا الديكوباج والكولاج على المباني او التراث الفرنساوي، ما كانوش بيعملوها على ورق او على كرتون، لا، وممكن ما يبقاش خشب. هي الفكره التكسيم والتقطيع والبروز، الكولاج والديكوباج. ممكن يبقى بالورق، ممكن يبقى بالمناديل، ممكن يبقى بالخشب، ممكن يبقى بالاسمنت، مواد صلبه، كرتون. كنت ماشي بالصدفه في مدينه نصر فلقيت مبادره معموله للحرف اليدويه جدا داخل المعرض، كنا في خيمه في المعرض الثاني. عرفت، رحت عرفتهم بنفسي، قلت لهم انا بعمل شغل بس مختلف عن اللي هنا خالص، او اللي بيعملوه بره بيعملوه بالافات ومش بالتكنيك بتاعي خالص. بتبدا عندي حاجات من 225 جنيه لافريج 500 في الاحجام ديت، لكن الاحجام الثانيه او السايز الثاني بيختلف طبعا سعره حسب المقاس. الشكل دوت اخر حاجه ضد الحراريات، في ماده عازله عليها ان انا اقدر اخربش الصوره ما يحصلهاش حاجه. بس ده مش خشب بس، انا مسخر ماتيريال بطريقه اللي هي ترضي الجميع، ومحدش هيعمل كده في الصوره ما يشتريها، لكن انا بوريهم مكانه. في نفس الوقت انا عارف ان في اسواق دخيله علينا من بره، دولتين بالاخص تبقى ثلاث دول، في مذكره هقدمها للوزاره ان شاء الله ان احنا برضو يساعدونا ان هم يوقفوا استيراد الحرف اليدويه.